يشرفني الآن أو يسرني أن أرحب بالسيدة تانيتي ماماو رئيس كريباس. صاحب الفخامة، لكم الكلمة. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أصحاب الفخامة، المندوبون الموقرون، السيدات والسادة، أبدأ بإلقاء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنقل لكم تحيات حكومة وشعب كريباس. السيد الرئيس، نشيد بمصر وحكومتها وشعبها على حسن وحفاوة الاستقبال واستضافتها ولهذه النسخة من مؤتمر الأطراف 17. إنه وقت حاسم بالنسبة لنا من أجل الطموح في تنفيذ اتفاق باريس مع حلول تستند إلى تعزيز صمود الشعوب في وجه الأثر السلبي لتغير المناخ. لقد مر 30 عاما منذ بدء عمل الاتفاقات الإطارية، ومن المؤسف أن البعض لا يزالون يستخدمون أو يستغلون عمليات من أجل تحقيق مآربهم. وبالنسبة للبلدان في المقدمة مثل كريباس، ستكون هذه السياسات ضارة فيما يتعلق بإنقاذ شعبنا. إن التغير المناخي يحدث والخسائر والأضرار واقع، ولكن الحلول الأساسية التي نتحدث عنها لا تزال بعيدة، حيث نحن تحت رحمة وكالات التنفيذ متعددة الأطراف التي لا تزال تحدد كيف نتكيف وكيف نصل إلى الموارد المالية. وهذا أمر مؤسف، ومع ذلك لازال يحدون الأمل بأن جهودنا الجمعية وشراكتنا ستعالج هكذا الشواغل. نحتاج إلى بيانات وبناء قدرات ونقل للتكنولوجيا، وكذلك تنبؤات علمية مخصصة للبلدان لجعل تخطيط التكيف أكثر نجاعة. سيدي الرئيس، هذا العام كريباس أعلنت حالة الكوارث للإدارة للتصدي لآثار الجفاف الشديد، حيث في وقت غمرت المياه بعض الجزر بسبب العواصف، وإن أثر موجات المد القاسية لا تزال تهدد الاقتصاد وكذلك التنمية المستقبلية. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيدي الرئيس، التزامنا ببناء الصمود يحركه رغبة شعبنا بالبقاء في كريباس. سوف نواصل تعزيز الأطر التشريعية والسياساتية بما في ذلك المساهمات المحددة وطنيا والمعززة. إنها كلفة الحفاظ على سبل العيش في وجه التغير المناخي تتجاوز بالفعل قدراتنا وسبلنا، ولكنها لم تضعف عزمنا على توفير الموارد. ويفاقم ذلك الجائحة مقترنة بتضخم في السلع وكذلك الوقود. إن الحكومة ستواصل الاستثمار في بناء الصمود عبر مقاربة ترتكز على الناس وكذلك برامج الحماية الاجتماعية. أهيب بالإخوة الزعماء أن يتضامنوا لمكافحة هذه المعضلة المناخية من أجل مستقبل أكثر إشراقا وصمودا لأجيال المستقبل. علينا أن نتسم بالمسؤولية فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتنا للتمويل المناخي وتحقيق هدف الدرجة والنصف. لقد حان الوقت، دقت ساعة العمل. شكرا، وأتمنى لنا جميعا الرخاء. شكرا جزيلا.